هذا وارتفعت مبيعات التجزئة في الصين خلال يوليو الماضي بأقل من التوقعات، مصحوبة بتحذيرات من المكتب الوطني للإحصاء باستمرار ركود التضخمية في الاقتصاد العالمي. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 2.7% خلال يوليو الماضي، بعدما نمت بنحو 3.1% في يونيو وأقل من التوقعات البالغة 5%، كما ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 3.8%، أي أقل من التوقعات البالغة 4.6%، ودون معدل الزيادة المسجلة البالغ 3.9%.